nella calcia di una Gasmi, oh, famore da حسين متلا في وظيفة الهدف الثاني ويتأهل المنتخب الجزائري للدور النصف النهائي بعد أول كرة لمسها أحمد قاسم انطلق وتوغل وتمكن من تمرير كرة من على طبق ناحية حسين متلف الذي يسجل الهدف الثاني بامتياز. هكذا انتهى الأمر، كان ممكن أن ينتهي من زمان يعني في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني. فهم ثانية هو الذي يوزع على طبق لمتلف، أربع لاعبين جزائريين أمام الكرة، الخامس كان هو اللي مررها لزهر حجيسة ناحية قاسمي بدوره لفهم، يوزع ناحية الثنائي سوداني وحسين متلف يسجل هدف.